تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدة والسادة النواب المحترمين. السيد الوزير، طبعا هذا السؤال هو الحقيقة أنه لا يهمكم وحدكم، وبالحق يهم الوزارات مجتمعة التي لها تجهيزات ومرافق في جميع المدن والمراكز الحضارية. النص ديال 1290 اللي كنص المادة ديالو على هذا الموضوع، يعني كطرح مجموعة من الإشكالات التي يفترض حق أن تحل وأن تعالج من الناحية القانونية كما ذكرتم السيد الوزير، ومن ناحية السياسات العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة كما ذكرتم. غنذكروا منها واحد الربعة ديال المشاكل. المشكل الأول طرحته السيد الوزير هو عدم التنصيص بالوضوح على الاسترجاع التلقائي للأرض المنزوعة ملكيتها بسبب اسم التهيئة، وعدم التنصيص على حق المالك الأصيل في الحصول على شهادة رفع يد من مصالح المحافظة العقارية وحقه في التصرف في أرضه، وهو ما يؤدي إلى خسائر مادية بالنسبة للملاكين وتضييع فرص استثمارية. راه كيتعذبوا هاد الناس، راه 10 سنين وهما كيتسناو وفي الآخر كيبقاو مقعدبين معلقين، والمساطير معقدة باش ترجع لهم الأملاك ديالهم، وأحيانا كيعاود تبرمج بطريقة أخرى يعني في إطار تجهيزات أخرى، وكاين هذاك الشيء فيه واحد النوع ديال التلاعب. كاينه مدن السيد الوزير اللي فيها هذا الشيء، يعني بدل من الملاعب الرياضيه تطلب لي ملاعب رياضيه خاصه كيبقى معلق الملك، وهذا الشيء راه كاين بحال بني ملال ومناطق اخرى. المشكله الثانيه السيد الوزير هي مشكله الضياع في هذه القضيه، انه يجب ان نقر كذلك بان هناك ضياع امكانيه انجاز مرافق عموميه تكون الساكنه في حاجه اليها، فلا يسمح القانون ببرمجه نص المرفق الذي لم ينجز في تصميم التهيئة الموالي، وربما تساهم هذه المادة اللي هي مادة 28 في تواطؤ البعض لتأجيل برمجة مشاريع المرافق العمومية المتضمنة في بعض التصاميم التهيئة، إلا أن تجاوز أجل 10 سنوات إلى أن تتجاوز 10 سنوات لتستفيد آنذاك من ارتفاع القيمة العقارية، وهذا اللي قلت لكم فيه بعض التلاعب. المشكلة الثالثة هي مشكلة ناجمة كذلك عن تمسك بعض الوكالات الحضارية السيد الوزير بمقتضيات تصاميم التهيئة، استكملت مراحل إنجازها ولكنها غير صادرة في الجريدة الرسمية. شكرا سيد نائب، شكرا. ورفضت مشاريع